نشوف الوضع. يمكن عمر بن الخطاب. شفت كيف اني انا بعدت الاجابات الخاطئه؟ ايه وقلت انا الاجابه ذي انت افهم افهم. ايوه هاي ما شاء الله عليك. تفضل. من القائد العربي التاريخي الذي لقب بفاتح الصين؟ هل هو موسى ابن نصير او محمد الفاتح او قتيبه ابن مسلم الباهلي؟ محمد الفاتح. خطا. دقيقة خلينا نتكلم قتيبة ابن مسلم. يا اخي ابغى اقول بس انا ابغى اتكلم عن محمد الفاتح. يا اخوي ترى هذه من صالحك. تفضل. اوكي؟ اوكي. ممكن تطلع ابراهيم يجيك. صح. صح؟ صح. صح. ما اللغة التي كان يتكلمها المسيح عليه السلام؟ اعطني. هل هي اللغة السريانية؟ أو اللغة الأرامية؟ أو اللغة الكنعانية؟ الأرامية. صح. نعم أنا ذكي وأجاوب بكل ثقة. شاطر. العافية. في أي من هذه الحروب والغزوات ووقف خالد بن الوليد ضد المسلمين حيث كان لم يسلم بعد؟ أعطني خيارات. في أي من هذه الحروب والغزوات وقف خالد بن الوليد ضد المسلمين حيث كان لم يسلم قبل الإسلام؟ وقف ضد المسلمين في أي غزوة؟ هل هي غزوة الردة ولا غزوة أحد ولا فتح مكة؟ أنا أقول إنها غزوة أحد. ليش؟ غزوة أحد وين كانت؟ في تبوك. صح. ليتك والله ما قلتها يا. صح هي غزوة أحد، لكن وين جبل أحد فيه؟ في المدينة المنورة. غزوة أحد وين هي فيه؟ في المدينة. في المدينة. أنا طقطق معك ترى أنا عارف الأسئلة. لا ما هي بلحية طقطق. جيب لي يا طويل العمر السلامة أسئلة علوم. أنا ما طقطق. ألو؟ السلام عليكم شخصنا؟ كيف حالك؟ طيب تبي العلوم؟ أيوه. طيب. يلا هي علوم. عيونها الزرق. يا أخي هاي أسئلة ما 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 تستفيد. عطني أسئلة قوية. أنا إنسان ما أمشي إلا بأسئلة قوية. لا فيها صراحة معلومات حلوة قبل شوي قرأتها. تفضل أي شيء أي سؤال. سؤال ما يحتاج في الدفتر. عطني سؤال من راسك عادي. طيب. ها. وش تبي فيه؟ هذا الصوت. ذكرنا بالمعارك الأولى. يوم كنا على لا. أنا كنت فارس. الله يعز الإسلام. أعطني سؤال. ما غدة التناسل لدى المرأة؟ غدة التناسل لدى المرأة. خيارات. هل هي الحالب أم المبيض أم الرحم؟ والله ذي ما نعرفها صراحة. والله ما أدري عنهم. لكنها المبيض. والله هذا عن سؤال جات. إيه ما أدري عنهم. طيب لا تطيح اسطوانه. اكو فرق بمناخنا. طيب ايهما اثقل العضلات ام العظام؟ وش الاثقل العضلات ام العظام؟ الاثقل. ايه وش الاثقل؟ الاثقل ولا الاسطوانه؟ العظام اثقل من اللي شوف. انا اقول ان العضلات. ليش؟ العضلات اثقل من العظام. هل هي العظام ام العضلات ام متساويتان؟ متساويتان. انا اشوف انها متساويتان. انا اشوف العظام. العظام ايه اتوقع. العضلات اثقل. انا قلت لك عضلات. ليش؟ لاني واثق من جوابي. بصلع بس عصير. هذا يلطم الشيء. طيب كم عدد فقرات العمود الفقري؟ والله ما عدت. ما عدت. هل هي 30 31 33؟ دقيقه لا. سوي زي كذا. واحد 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بسوي المعامل. تفيق سنة. 16 يا اخي ما اخذ مساحتي. والله روح هناك لو سمحت. ايش هي بارك على ذلك؟ عند ذا ناقصة. هذا كمل. روح شوف تأهيل. يا تروي وش رايك؟ يا ابو تأهيل انت. ها روح خذ مساحة. خذ مساحة. انا وياك يمكن متعادلين. بس زياد شري. خلاص اجي نروح. زياد شري عنده 300. كم؟ ألد. كم الخيارات؟ 31 33 اقول انا. انا اقول 33. الله يرزقك بالعافية. 33 ايوه. اسمع خلاص يا رجال. هنا وحدة. طيب الحين قلنا واحد. لا فوق من هنا. طيب ما الكمية؟ اسمع انا
وش الكمية التي يضخها القلب من الدم يوميا؟ سبحان الله معروفة. كم الكمية؟ كم الكمية؟ هل هي 220 ألف طن؟ 220 ألف طن أو 230 ألف طن أو 250 ألف طن؟ يا عبد الله طيب تروح صباح الله عليك. ما رقفها يا أبو خطوش. خذ راحت ساعة. شوف كيف يضخ سبحان الله. 250 ألف طن. ها شفت إني أجاوب يوميا يضخ هالدم. كم جوابه؟ 250. الدلتي عبيت فيها خبز. الله كريم. يا ولد الله. الدلتي بدها عبيت فيها خبز. ها؟ أشوف؟ خبز. ريان يبغى يجي شقل. ريان. خبز في دله؟ ايوه يبغى يجي شقردي. شوف الدله الثانيه دوري الدله. ايه خلي المغسوله عن هناك الدراع. ايه عنها في الايقاع دله والبريق الشاهي والبريق القهوه كلها هناك. ايه في المطبخ. وانا منين جاي ها؟ انا جاي من المطبخ. انت جايبها؟ حق عبد الله جريل. طيب وين بريق القهوه؟ بدله هني في وين بريق؟ لا ما هنا شيء الابرقه هناك ما ادري وش هو. فرنسي. ليه مو القز صغير عبد الله؟ ايش قز؟ كم عدد عظام الجمجمه؟ عطني 20 22 21 21 انا اقول 20 22 كلكم خطا. شاف انا خطا كلكم شاف. انا ايش طيب ليش خطا؟ ليه ما بيصير 20؟ تقول 20 اقول 2 كيفك؟ طيب وش يعني في براي اضربك انا خلاص. لا لا ترى قديمات هذا بس كذا بس جديد. كم عدد؟ لا والله فطسنا. الجيوب الانفيه والله ما عديتها. هل هي 6 8 10؟ والله اعلم انها 6 احنا دايم سكت الجيوب الانفيه. انا اشوف انت ما شاء الله خشب الرجال 70 جيب ثمان. الله يشافيك. كم يبلغ حجم الهواء الذي يستنشقه الإنسان سنوياً؟ سنوياً. هل هو 5 مليون لتر أو 6 مليون لتر أو 7.5 مليون لتر؟ 7 مليون ونص لتر. أنا أقول 5 مليون ونص تقريباً. ما في نص. 5 مليون أو 6 مليون أو 7 مليون ونص. أقول 6 مليون. أنا أقول 6 مليون. 7 مليون ونص. يا أخو خل عندكم ذكاء شوفوا كيف اختلف السؤال عن السؤال. الله يا معلم سؤال كيف اختلف. 7 مليون ونص. هل هو 7 مليون ونص أو 6 مليون أو 5 مليون؟ 7 مليون ونص. وين؟ 5 مليون. خمسة. لا أنا أتوقع نص. سجل خليك ذكي. سجل 5000 أخو زبير. نص هذه منك هذه. لا مهم مني موجودة. أجل يلا رح. أنا أقول 5000. وأنت؟ 5000. 7 مليون. ما أبي 5000. 5 مليون. 5 مليون. هي 5 مليون. صح عليه. 5 مليون. إيه سنويا تستنشق الهواء سنويا 5 مليون. ما تدرسون أنت. خسارة. فوات خسارة على الحياة. مبروك. خسرت أنا. طيب. يقول ما معدل مرات الشهيق والزفير في الدقيقة الواحدة؟ هل هي من 15 إلى 17 أو من 16؟ وش عدد السؤال؟ زحنا عشان ما أشوف. ما معدل؟ يلا اترك تشوف. امين. ما معدل مرات الشهيق والزفير في الدقيقه الواحده؟ هل هي من 15 الى 17 او من 16 الى 18 او من 14 الى 16؟ عدم تقاطع الاصوات. من 14 الى 17. ها من 14 الى 17. صح. ها علوم ابو سعيد. علومي وين القهوة؟ علوم ولا رياضيات؟ لا بدنية. عبد الله سولف بالله. قول سالفة. قول سالفة. ها؟ ما؟ قول سالفة. لا. دقيقة. يا ناس أحبه وأحب أسمع سواليفه صوته يشتت هموم عايش فيها. الدلة عادي حلوة. الدلة ما الدلة. طيب وين بريق القهوة يا؟ ايش بريق؟ يا فهيد. بريق؟ بريق القهوة هنا. تفضل يا ناشي. لا يا رجل. ما تجي. شغل ذايب ذا. هذا شغل ذايب. بريق ايوه. انا اجيب لك معدات. ها؟ موجودات معدات. برا الذهب تسوي فيها. انا اسالكم بالله اجيب الاسطوانة واجيب العزبة واجيب المركب وانتم ضيوف شرف عندي قوموا جيبوا. صنع نفسك انت نفسك. تخيل بكاشت. تخيل بكاشت لحالك. انت اللي مقومني بالخيمة صح؟ هذا وش؟ انت قومني بالغرفة. هذا حق الشاي. انت جاي منك من الخيمه ضيف شرف ما قد جلست.
فنجك مع براد. طيب اسمع اسمع قطه هي قطيه هي وش هي قطيه هي قوم تعاونوا ما دلوا نعم طيب تجيك الموية ما دلينا اخوي حنا انت عازمنا انا دلينا والله الزمك لا اقوم لا اعلمك من انا تعال لا تعرفني يا عبد الله ما يحتاج اعلم تعرفني لا قوم تفلم ايه ايه لا امسح الزلف هذه لها 20 يوم هنا طعم القاوجي فيها حلو ايه رايح رايح بس يا مشرف سنعنا خله تسرع خله سرع بيجيب الكويت انا جايب العزبه وجايب ما انت اللي جايب يعني انت تبي تجيبها انت كلها ايه؟ اروح جيبها طيب اوه قوم تعاون انت خلاص يا مشرف الله يعيك ويطول عمرك لا انت راعي انت والله تبي تصد تطبخ الله راعي عبد الله شوف كيف عبد الله الله يجعل الله يجعل ما في الذمه امين انت راعي كيف انت تعرف انت كفو الله يجعل ما هي في الدمة يا رب لا تحاسبنا على ما قلنا ايوه هذه قهوه ولا وش دي ما يعرف هذه قهوه شمع ما يعرف قهوه خف علي انا يا راعي المعامل ودله انجح انجح اي قهوه قهوه بيشه والله دول عي قهوه بيشه دحن مالك شغل انت يعرف من يوم يشوفه هو يعرف القهوه الطيبه والقهوه اللي ما يعرف وش بريه ولا هرريه وش هي القهوه كيف بريه ولا هرريه بريه يا ما بري يا حبيبي بري وانت كنت قهوه تنسو ابش ليه عشان ما تلحنبوا من قهوه وش هاي اخو حنا قهوه وش بريه حنا بيك تعلمنا يا مرحبا بالضيوف يا مرحبا يا مرحبا 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 يا مرحبا بالضيوف يا مرحبا يا ابو هادي في مقالية نوانم عن سعيد يا ريجي انا حسين اسمع اسمع قصيده يا مرحبا يا ضيوف يا مرحبا يا ابو هادي يا ابن هادي قرية غالية ابو يرمي يرمي ابو قاودي ها حوارات العيب اللي يرمي ما يسعى ايه ودنا بالكرم يصل فتكفى يا صاحبي حليت 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 حي والله ذا الرحجاج ارمي ارمي يلا كان 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 الرمي ممنوع ممنوع ارمي ولا ارمي ممنوع لا تعلموا بيضاء وجهك لا نط 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 هذا قام مدرب الحين ودك تفوق شهر ولا سنه اجي الا انا اللي بيجيك تعال 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 كذا تخسر انا من الدرس انا يلا هدقك انا من الدرس بشوف هني ما من الدرس يلا امسك عبد الله مبارك ما شاء الله يا مبارك يلا يلا هذا ما الله الله هذا شوي من شيء بس قصرها قصرها ما شاء الله يلا حط القهوه يلا ايه شيبان قبل الزواج بخمس ايام عارف بس ما ادري ما ادري واحد اثنين يلا اذا تقل مسدس اشتغل 1 2 3 لا قصر خسران 1 2 3 خسران 1 2 3 ها 1 2 3 خسرت 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 بتطبق الحركه الحين انت طبق الحركه صح يلا 1 اوكي 2 3 مبارك وايش رنا هنا دتا يلا خسر عوف تقعد تسال هذا الحين معكم مدرس رياضه اصبر مبارك طلع عندك شاشه في الاعضاء ايوه والله الشيطان وجلس لا تصير نفسك رياضي انت رياضي كان لاعب محترف تصدق اني العب كوره على الحين ما شاء الله حبرني تصدق اني تصدقني والله ليش اوه ليش صدك يلا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يلا قم انا يلا 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 قم قم زياد عان كذا ها لا قم واحده انا ادي لك سو انت مثلا قم هذا عبد الله يلا عبودي لك ثنتين يلا يلا عبودي لك يلا عبودي 50 نقطة والله صدق نعم اسمع يا حاتم كم؟ 50 نقطة عندي انا سؤال انتين صح سوها من رصيدي انتين صح رجال قم ما يقدر بسرعة يا عبد الله سوها بسرعة ايوه انجاز انجاز واحدة
يا ابو حيوت اصبر تقرا الى الموتى لا خلاص هذا دقيقه دقيقه انا خصم عليه عاد 50 نقطه عاد خصم عليه 50 ايش صرت انت ما كيف تضرب انت الحين سوالف هذه فقره السالفه خاصهم فيها عادي روح ان شاء الله تشوف عيالك الى جاي علمتكم تعال يلا مشي اوه يا عبد الله ادرس كنت تحكي كذا انا روحي مع عمي روح وراك الله يعيشك ما شاء الله يا مشرف نعم ما شاء الله ما شاء الله احسان احسان ما شاء الله ما توقف بسرعه ما توقف قصر 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 فيها عشان تضبط انت زين ركش ركش حقك انت الحاف تقدرون لين دب ها انا وجد يلا يلا واحدة اثنتين اسرع ثلاثة أربعة يا سلام يا مشرف سبع ثمان حلو عليك ما شاء الله اعطي 100 نقطة يستاهل تعال فوق بس ايه يستاهل 500 اي على الشكل اللي يسوي اللي يتعب سوا بوم بوم وين طبق العب طبق ايه جوال بيطيح ما عليه خليه يطيح عندي انا ما بقي شيء داخل وانا طيب سنة تعبت اقول لي هات شو قمنا الصف انت عليك خصم 500 هاتي تمام يلا يلا الثالثة واحد اثنين ثلاثة لا ترى كذا ما تصلح لا اي اي خلها بتترم كذا كان مروحه حلو زين يلا انت وصل قم اعمل قم قم زياد ما شاء الله عليه قم تفضل تعال يا خلنا ناكل حتى تعال قم 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 يلا زياد زياد لا راح زياد اثنين ثلاثة عند تغبيرة مطر ليه؟ والله لبسك تغبيرة مطر في مكان عند سعيد الله لا يوفقك كسحة علمت خلال وصل يلا يلا واحدة يلا بسرعة كم تبي انت؟ سو سو واحد اثنين ثلاثة هذا وانت خيال بدأ صوي عضو امك ما دخل شيء ما دخل شيء انت ترك ما اشتغلتك ما قلت شيء خيال خيال وش كسر جدرا حياه يطمر شبوك ليش اقول 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 خيول 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 اقول ليش 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 اقول زياد 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 ليش زياد اعسفه اعسفه زين اضرب زياد اعسفه اربط الحمار يربط ها شفت رد عليك زياد ما يصلح لك ما يصلح والله ما يصلح ما اعطاك عشان ما اعطاك يلا يلا اشرب اشرب اشوف شفتوا ايش رايك هاي صح صح اوكي صح صح ما صح هذا الواحد هذا من النوع اللي لا جا في الكوفي قال عطني ايش اسمه ايش ها ما تعلم اسمه ما تعلم اسمه انت اللي منه هذا كستي عطني واحد كستي ايه اوه جاي جاي نزله نزله على على نزله على نزله على الطاوله ما بكذي ما بكذا مره زياده اعطاك يوم مجيزه اجيك اجيك يا سلام جرب جرب عطني ايس تريب وين اجرب يلا لا لا عطني ايس تريب عشان لا طلعت ايس كافي ايس كافي جاي نزله اوه خذ خذ السناب على ابوه صوره جو مرح كله عشان تعلم اعرف في الدين انك تقهوى بس لا لا شوف ملامح وجهه لا 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 عادي انا انقصته ما يبي يوضح ما يبي يوضح للعالم انا انقصته ليش هذا؟ لا انا انقصته ثاني هنا من الفضل وراح وهو مليان ما اقدر جرب جرب والله جرب صالح عشان سعيد ما شاء الله ما ما شاء الله خاتمك اوه ايش ايش بجوا لازم عشان ايش سعيد تكثر القهوه يا عبد الله سعيد لازم عشان ايش عندك خبره انا عندي صح انا عندي قار العادي قار تكثر كلام مسوب يا سلام كم جاء عبد الله والله لا علمك والله لا علمك جعلي ما عمرك لا كان خف حلقه واحد رص زي واحد رص زي القصيد قول لا ما مالك شرب شرب منها كسحة شوف تنوم يا مبارك والله لا ذا بأس كريم ولا بأس دشتة
نسكافيه هذا هذا عايش تراب في المخ في المخ هذا خليك زياده والله انه عايش تراب صدق طلع بالعشره سوي زي كذا لا يلا طيب خلني اشوف ما عليه حط نسكافيه هنا خلني اقوس مقاس فمك انت مقاس فمك شبع عرفتوا حلو اقوس فمك يا مشرف عرفتوا اللي يطلع اللي لا لا تشد لا تشد ياخذ هذا ايش اسمه افتح نجر افتح نجر افتح شوي ياخذ الهيل افتح شوي في طلع شوي القوم قاعد يقول شوف شوف انا راعي معامل دق الباء دق الباء ابو محمد ابو هادي ابو هادي خليني اشوف قياس فمك افتح والله افتح اكثر جربت التربيط هذا الرجال لا والله ولا ابغى اجرب هذا على طول ها يسار 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 تعال تعال يمين تعالني تعال يسار يمين تعال تعال ضرب الغانم اذا فيك خير تعال وقف هني يمين انا ما فيك اي هانقل يلا الله يجعلها صبت وجهك تعال 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 عدل يضرب وجهك تعال عدل يا ابن خالد لا لا زياد زياد والله تمسك زياد 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 لا امسك امسك زياد لا اسس اسس يا ابو هذا شرخان انت وجهك سوي ولا الشك قوي يعني بدو يجعب يجعب عيب تربي فك 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 تعال انا تعال تعال من ورا الحين لو يخيروني المركز الاول ولا شعر عبد الله العلياني شعر عبد الله عبد الله اربط فك 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 اربط ايدي ايدي اربط ايدي 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 هذا مش شعر عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله تعال كلهم 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 ايوه عكس السنة تعال تعال يا عبود امسك عبود امسك امسك عبود حالي والله والله خربت يلا مبارك تكفين مبارك كمل قهوتك واعطيك راسبك القم مبارك حتى جلدك ليش ليش كمل قهوتك ليش ايه ايه لا لا تعال لك خير تعال لك خير تعال ما في لي خير تعال ما ابو مسهلة ايه 20 مرة انا انت كم؟ انت 15 يلا 20 بسوي اكثر من ها؟ بسوي اكثر من انا 20 20 ايش؟ 20 مرة بس يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 صدق الحمغى الثنين ثلاث مسوي 27 مره انا مصدق صدق انا شو عميل يا ابو هذا ليه انت غلطت على وجهي ايش اسمه شقردي المعاميل اسويها هذا ليه ما هو كذا حطها فوق 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 ايدك فوق يا رجال ما قام وطاح وصب القهوة يوم يومين ما جاء شيء ما جاء شيء ما جاء شيء غموم ولا شيء قردي ولا الله حط العجين جوا حط العجين انا راي جوا عبد الله يبغى يجي ايش قردي شوف ولد شوف ايه الحين فق النجر غموم شناب كذا هو انت قلت ارحب يا ابو مهدي حط البدال ارحبوا ارحبوا ارحبوا
ارحب ارحب مرحبا. اطرب سيديك القول. تقول يا خل الباب مفتوح قدم سير يشتح. تقول النجر خل الباب مفتوح. تقول النجر خل قدم سير يشتح. هلا ينادي. اي وش يقول؟ استاذ الشيخ. يا اخي انا لي نفس اجلس بس ما لي نفس. شب لو جاي خل الباب مفتوح. تدري ان من قبل نبغى نسولف بس ما عرفنا. كويس انه قمت وروح يلا. دق النجر خلى والباب مفتوح كود المسير ينادي كود المسير يستحي لا ينادي يا ضحى يستاهل يا ضحى العدوان دق النجر خلى والباب مفتوح المسير يستحي لا ينادي استاذ شقردي خلاص استاذ شقردي خلاص يا فلاح يا فلاح يا فلاح صب القهوة اذبح اذبح ذبيح ما يستاهل شقردي يا عبد الله يستاهل بس انه وذكره ما قوزها شوي عشان شقردي كذا ايه مقوزه نعم حي ذله وش قال لها تكمله ها وشي دق والنجر خلى والباب مفتوح كود المسير يستحي لا ينادي كذا ايه حبيبي ايه شب الوجار شب الوجار وخلى الباب مفتوح كود المسير يستحي لا ينادي كود المسير ينادي والله لا مشي شيء من غير باب مفتوح لا دق على طال حل ثاني بلا تصبوا هالقهوه زيدوها حيل بلا صبوا هالقهوه زيدوها حيل لا 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 خلاص لا مبارك خلاص لا 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 عشت نبدأ يا علي يا دم ناحيك كيف حالك يا علي خلاص خلاص عساك بخير طيب يلا يلا حالك يا علي جميل جميل أصوات بدون تقاطع أصوات خلنا نرمي ونشوف اللي بيعتقد إنه بيموت الصلف لقد اليوم طع لا هو يضرب راسك هذا والله خير لو ما اذل شوف التقييم بجد يا مبارك اين لقد كنت ابحث عنك صح انت يا مشرف اليوم سوف طع لا كذا كذا ما يموت هنا خلا خلا التقييم بجد يا زياد بشري خذ اخو عياش بلا خلي يتحرس عدل يا علي يا روحي لقد كنت ابحث عنك واليوم سوف لا يا فؤاد تعال اوه بشخص قلت عليك هذا اللي اذكر الفيلم الهندي لا اي شفت الفيلم ده انت كنت فيلم هندي والله لا يوفق يوه كان اللي مسك رصاصه مرد عليه عقوب انا صدق واللي مقاوجها من المزروع واللي طاح على التمر طاح وجهه مزروع قطه يجيها عمرك شفت فيلم هندي سوى كذا؟ ايه لا ياخذ الرصاصه ولا يبنط لو تعود الرؤيه ولا يقول كذا لا تروح شعره كذي وتروح مني انا ما تغنت صدق انا اتابع واجب بس ما تغنت ولا يقدر يطلع عمر اذكر انه 50 دقيقه عقب 50 دقيقه يموت عمركم شفتوا بطل في فيلم هندي ما قلت هندي ما قلت هندي هلا هلا قال هندي لا ما قال يلا هندي اعاده الصلف خذ يا المل واحد يا بعد طا طا رابعه طا يلا مبارك تا يا جماعه يا شباب تا حلو زياد تا حلو لا سوى بطيئه كذا يلا 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 عد عد لا خلاص نجحت زي علي وش تبغى احرق لك رد الهبو فيلم عوده تخيلت الهلفه والله افلام مبلش حلوه بس صدق انه ما يموت البطل ما يموت فيلم
ما يموت ما يموت. لا انت شوف يوم يسوون دايره ويجي البطل في النص يحاربهم كلهم يجي يمشي عليهم كذا اي يسعى 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 يطيحون كلهم. يلا والله انا شفت اني اعيش الدور تخيل كان لي عند الجماعه اكيد يا ولد عرب المدنيه ومجتمعين علي وانا كذا اتفنن هم واقفين طاع مات طاع طاح طاع تشقله طاع يا خلاص لا روح فوق بس ما بعد يوم ثلاث ايام تعيش الدور تعيش كان ذا واحد غاب انك تبغى تذبحه وتخيله قدامك شاب بعدين يشيلون بعض يحذفون بعض الى هناك مش كان يطير هناك يروح يتقلب 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 يقول يقول كذا عرفتوا لو انهم يعرفون كان كتبوا عليها من غبر شالب وما دفع ما ادري دفع مش عارف لا يصيح وجه مليون تراب لو الحين ما قدرت اتحرك عقب صوت واحد يصيح كان تراب كان تراب ارفع عيني عقب يبو من جديد واللي يحبها شغاله تبكي بس لا تصيح تعال تعال ايش ايش اسميهم؟ تشينغ بونغ هونغ جمال لا شاروخان شاروخانو افضل مسلسل البيت عشت فيه انا صدق يعني شفت المسلسل صح من بدايته لنهايته اللي هو الارض الطيبه الله اقسم بالله خلقناها على لساني افضل شيء هذاك ترك مسلسل يا عيال فخم 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 ومراد على الامدار ومراد امي ماتي وعبد الحي تدرون شو اللي عجبني فيها يوم يقول تحب عموه عرفتوه الدب ايه هذاك اللي بيقول لك فوجي ياكل مع العيد يقول تحب عمك الله يسلط عليك ان شاء الله علوش لا ما بعلوش علوش العلوش اللي يقول العلوش اللي يقول لا لا مو علوش يا عيال علي هذا هو يا علوش هذاك علي الحاله علوش اللي هو الحاله ينادونه بس لا حق القنابل ايش اسمه علي لا لا دكتور غسان عزت مدري عزت حال الشيء ذا ايه دكتور خسان عرفتوا كراتين الجاسوسات عليا يعني عليه يعني الثلاث البلد قلت اخضر على فلان احمر عليا فلان اخضر احمر اصفر علي اصفر لا السيدة هذه شو اسمها عليا علوش هذيك تحت نص عليا عليه سوداء بس ما عشنا مثل ما عشنا عرفت الجاسوسات سوبرمان وباتمان حتى انا باتمان في البيت قلت تقول اخوي اللي اصغر مني يزن سبايدر مان مثلا علي سوبرمان عليه حموله وزورو اللي يصغر منه البعير والله يا عيالنا تابعناها كلها انا اخوي اذا تخيل في تومون وبومبا عرفتوهم يجي هو الحين فرق علي 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 هذاك بو لي بانك باقي شو اسمه اي علي تومون علي هو تومون ادب شو اسمه تومون ما في مثل كراتين عليه جسر. ما تكونون عليه انت هل عليه لا وين سلاح النينجا لا الاشباح الاشباح مثل اللي علي يا اخوي مش به دخلنا ما ادري شو فيه اه عرفت 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 شو اسمه ما ادري زاد الثاني الاخضر اللي يلبس القرع اوه عرفتوا اللي يدور ويقدور ويتحول عرفتها بنتين لا بنتين الساعه لا 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 اللي يتحول ايه حق الساعه ثم جاي يلبس الفار احلى احلى كراتي لا في الكور ذيك شو اسمها الكور ذيك اللي يعني يطلع لها حيوان من جي سبست تنين كذا ايش اسمه عرفته عرفته هذاك اللي يضغط الساعه ويتحول هذاك بنتين نفسه هي بنتين لا ما هي بنتين كابتن ماجد لا شو طلعت لا دقيقه خلاص خلينا نشوف سؤال قبل 5 سنين سبستون ها اسلم اخف علينا يا جيل 18 داكم كنت تتابعوا اسلم سبستون انا شو ممكن عندنا تلفزيون فيه شوي طيب سبستون وش يا جيل المغرب نحط الماركه ولا ما عندنا تلفزيون في جنبه لا تحدى انت ما عرفت كذا تنبطح وتعال اول واحد اسمه ما اي المكان في مكان مخصص عند التلفزيون اول واحد يجي اول واحد في فيلم بتتابعه ولا لا اللي هو على ام بي سي 2 سبيس صغير ذاك اللي يلعب في الرجل كبار بنظارات اسمه لا سبيس صغير اللي يحط سمق عندهم يجيب الثلاث يمسكونه صبي تعبان لابس نظارات حلو حط زي ما تقول الحجر ثقيل ما ادري يحط سمق ويحط كل شيء لابس الثلاث يقوم يمسكونه ولا يمسكوه ويطيح مسكوه ابوه مسكوه امه بس باقي الرداء رداء ذكي صغير ويسوي خطاط ويحط احبال مع الباب افتح الباب طح عليهم لا يكون اللي هلا سافر وراح وخلوه اي صغير صغير اي عرفته عرفته الثاني حرامية الاعصاب اللي جنبي اي هذا يقوم يسكن بيت يلعب فيه كلها مدرسه في العاب هذا فلان بس هذا احسن من مسلسل عربي زير سالم في بعد مسلسل اسمه البيت المسكون اظن كل يوم يجيبون حلقه جديده اذا جاء احد يستاجر البيت او يسكن في البيت يوم اشباح وسكون ودي صدق فيلم مسلسل اي حلو كل يوم حلقه على هذا البيت ايوه على هذا البيت حلو بس مو بنفس الاشخاص اي يجون غير اشخاص غير يو ذاك اللي حتى ادور له انا يعني قريب انا ادور له اطرق مسلسل جرب اطرق شيء عثمان صراحه طب الحاره حلو
ارطغرل ها؟ انا متابع هنا من ارطغرل. ارطغرل متابع هنا من ارطغرل ترى. تدري تابعت يا عيال فيلم وقفت عندنا عند 54 ذا الحين. تابعت فيلم طال عمرك مدة الفيلم هذا ثلاث اجزاء عفوا سبع اجزاء. كم الحلقة؟ كم مدة؟ كل جزء طال عمرك 17 حلقة. وكل حلقة مرحبا بك. تخيل مرة تابعت والله يا عيال اللي تابعت 14 ساعة. شو مارك 14 ساعة يا ولد اتحمس اسمه ذامية. اما لا تبع المسلسل في جوال نصيحة. لا تبع الجوال مسلسل في جوال عطوا. كانوا يتحاربون بالاسلحة. ايه تمشي الحرب. امشي وش بس مو شهادة لان هدة وقفت. شو هداك شد؟ هذا ما اقسم بالله اني العكس والله ما تطوفني. شد اللحظة. مشي يرجو. ايه تبغى تعرف ايش بيصير؟ خلاص مشي الاكشن. كنت اسوي مسابقات عندي في السناب على ايميلات نتفليكس وكانوا يطلبون كانوا يجينا واسواد يطلبون فواد عندك ايميل نتفليكس ابغى اتابع من ذا الكلام اسوي مسابقه جلوكس ايش برنامج صدق اني مشترك فيه يمكن لي سنه واسددهم وافتحه بس كذا عن خاطر يمكن ابي اتابع انا ما تابعت الا فيلم واحد لا كنت اتابع مسلسلات بس اجي اضبط لي تاكيه وزي كذا واصور حق تصوير اللابتوب بس ايه تصوير صور نتفليكس ادري اني تابع ها اقفل اروح اصور عند اليوم ادري اني تابع ها مسلسلات ذي ريحه لا لا خلصت انا صاير عندي مسؤوليه ليه هذاك اللي يجيك ايش اسمه هذاك اللي يجيك ابيض كذا حق المباراه ايه هذا اقوم من النوم اروح له عند اخوي شاري لا ما في مثل نتفليكس فنان هذا يجي معي يجي معي 32 مبشر طال عمرك وروح هذا اللي يتابع مو اللي بيتابع حلقه بس ويهج لا كنت اخذه ب 24 ريال في الشهر لا انا 32 بس حللتها 32 والله حللها والله على انا اخوياي كلهم عندهم نتفليكس ارسلوا لي كل ما حد سوى له حساب ارسل لي هذا اي ترى تقدر اربع ياخذون اربع هذا الايميل والباسورد يلا حلو عندي شاهد حتى انا اخويا كلهم عندي شاهد عندي نتفليكس عندي برنامج انا زي التلفزيون ما ادري شو شاهد اي في بطلع مني شاهد بس وين فيلم فؤاد خليك جاهز بس نتفلكس من شاهد تابع شاهد مسلسلات خليجيه نروح من القعره نسافر من القعره للصدر نسافر على حمير ايوه دندن عزام و وش من يعني عزم عزم ما شاء الله عليك انت شو تسميه عزم عزم عزم, عزم. انا بسميها بعدين اسميه سفريه صدق وكنا في حر انت دندن لك هم يجيك بوكس من هنا من قريب من ايه لو نزلت لا بس تذكرت انه لا تشبه الحرم كم يجيك بوكس لا والله هذا شامخ الحاله فيه شامخين واجد لكن تفرق شامخ هذا اللي جبته حتى الخيل دي هاي طول عمرك كم عمره كيف تعرف عمره صدق كيف كم عود نسمع نسمع لا لا هذا فرنسي شايف ظل عانه طلعتني ما تاكلون عيشه وش والله ليه؟ لا ما هو سالفة ما أكلها عيشة. مضمر. هذا يا أخي شو اسمه؟ مضمر. لا فرنسي صح؟ عربي. بس خلنا نتعلم يا مسلم ما أعرف شو. أنا ذا يقول ما شاء الله العضلات. بس شكله. هذا عضلات. هذا مضمر يعني معبد. إيه مضمر لأنه حق سباقات شارك من هذا. مشترك في نادي. يعني إيش يا علي؟ عربي. كيف؟ يعني ساسة عربي. يلعب حد. عربي. يا أخي فرنسي ولا عربي؟ اعلمكم سالفه اسلم هو فرنسي طبعا ما هو عربي ولكن ليش سموه عربي ضمر ضمر والله عقلك ضمور عقلك في ضمور بالله ما قال قبل مضمر مضمر الحصان والله في جنس الحصان وش هو عربي فرنسي انجليزي ما له دخل اسمع اسلم ما انت ليش تاكل ليش ما بعيش ذا ضمر أستك أطلع اللي بين سنو هذا يطول الأعمار فرنسا كانت تستورد الخيل عربية العربية حطتها عندهم في مزارع طيب وحافظوا على سلالة الخيل العربي الأصيل صارت السعودية تستورد من خيل
اللي هي الخيل العربية الأصيل، هي معروفة مسجلة بسميها وبدمها ومعروف من أبوها ونسبها من عادها عند العرب يوم خذوها فرنسا. حلو. فصارت العرب تستورد من فرنسا اللي هي خيل هم أساسا فسموه عربي. هذه ولا هو عربي أصيل وموجود شهادة. إيش اسم أبوه جدة؟ جدة تيجاني. 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 جدة من أبوه تيجاني وجدة من أمه دورمن. أبطال. ميادين معروفين لهم تاريخهم. الله نعم. استاهلون. استاهلون. هم دورمن ما شاء الله. وأنت يا زياد. يمكن زياد يعرف. من جدة. تعرف دورمن وتعرف تيجاني. من جدة معروفة في مجال أفضل سلالة ذا الحين في السعودية عربية في أي مجال ذا واحد جدة في أي مجال مسابقة أشواط بدأ الأشواط السرعة عجل ولا مجال خلود ده عندنا في الوادي تيجاني هذيك عندنا من عاد بقعة السبيل أقوى الأبطال في السرعة والله ما شاء الله كذر أنت والله كذر فيها دورمان إن بغيتها سرعة بغيتها هذول الجماعة يطالبون بزوالها ترى عندنا خيول اللي بياخذ ولا شيء يا الربع اللي يبغى خيول ما احتاج قدر اكثر الخيول اللي عندكم يا عبد الله اي والله والله كثير عاد بقى صبيه هذا العيون عاد الخيول وهي في الجبال انكم اهلها من قديم ومن الجديد لا في عليك زود المزارع الحين يا مشفل اسطبلات انت اسطبلات يا اخي ايش اللي انت من هلا ما عندنا خيل ولا نعرف الخيل ما تقول عندنا خيل خون انتم هذا ما عاد والله بعض ولد انا ايش قلت رجعوا قايل بدل حق طوق عمالكم لا ابوك ولا ابو خيلكم ها خير شو اشتري خيل ب 400 قلت لا بالله اجم انتم بهالها اقول وش هي الخيل الخيل ما حنبهالها اللي ما يعرف قيمتها طيب اني اقول قبيل انتم هل تقول لا تقولون احنا لا قبيل فيها لفه فيها لفه خليك سيده لا خليت روتين معودت معلوم انا قلت انتم اهل اهل الخيل اهل الخيل طيب شنو قلت ولا شو والهيل ولا لا لا اهل الخيل والهيل يا احنا في 20 ربي طيب 24 والله حيهم الناس وصلت القمر قلبي السنه السنه اللي فاتت عام الابل صح ولا لا احنا هالابل الابل عندنا مثل السلام عليكم كوف طيب ليه اني اروح اشتري خيل على ما قال لي اشتري خيل بكم نعم ضيع علمنا ذاك اليوم اللي بكم 14 طيب والابل كم تشتري هذا الابل كم تشتري هذا الابل كم تشتري هذا حلوه تستفيد من حليب ما قال 18 هل حتى الخيل ترى تشتري تذبح الخيل للضيف لا ترى حلا حلا خله حلا بس انت تذبح الخيل ما نقدر الابل يعطي العمر سلامته ان بغيت حلي ان بغيت بيجيها بكرة يعطي العمر السلامة تنتج ان بغيت هي الخيل ايش يبغى الخيل انتاج و طيب اشارك بها في الميادين جيني فلوس ومنافس والبل تشارك بها في الميادين هذا مجال ولا مجال كل واحد له مجاله كلنا هواي في مشكله انت لا تجيني انا شخص انا ايش دخل مشكلة انا علمك اقول اشوف ان شبي فيها اشوف ان البل انت ما تبيها غير قال لا تقطع طيب وجهه نظر كلبه صح يا ابو وجهه نظر كلبه انا ما قلت وجهه نظر انا اقول لك اشوف البل البل عندنا والخيل عندنا البل اشوف ان ايش الخيل عبد الرس عيهت مثلا هو يصير خيل صبر انا قصدي هذا ايش فيها دامك ما تعرف الخيل ايش فيها ولا تعرف لا اسالك ما يدري عن الخيل في البرنامج هذا اللي رجال لي هو ذا يعرف له خليت معنا تعلمنا اليوم في الصلاه تفصح علمنا خليت لي الخيل ولي بالخيل ولا شيء من الرشده ايش تقول وين انت اليوم عصر عن فقره الخيل ليش تقول كيف لو ان عندك هوايه الخيل كانك صاحي علي الناحي ليش صاحي من الصبح ينتظر عنده هوايه مبارك الخيل الصاحي فؤاد عبد الله انا ماني بخياله صاحي عشان نتعلم ابو محمد علمنا ايش ولا والله علمنا اذا مسكت رجله وقال كيف جاب عشان ايش قالت ايش قالت ايش اسمه يرتعش عرف انها تعبانه واذا تعلمت اليوم حاجات ما اعرفها ما تعرفها انت والله ما اعرفها ما اعرفها هو انت حتى انت صرت ما ما غير شريت لي خيل في 18 وشفت الخيل ذا لا زياد زياد واشوف الخيل ذا واخذ الخيل ما قال من هذاك انا ماني في حاجه الخيل من الخيل من ركابها خيل من خيالها تقهو زي دلت ولا تقهو زي دلت شخصا انت ولك ولك ما تستطيع قلبك مريء المعامل قنان الراس انت مهتو المعامل ادري قنان قناد قناد الراس مو بقناد قناد قناد كلها ثلاثة خلاص قناد ايش عبابك ايش عبابكم
ذلي دام يدقوا لك عاد تفكر لا صدق شوف يوم تكلمت في الخيل وفي البل الخيل ترى فيها فلوس يرى يجي انتاجيات على ملايين يا ولد لا في 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 خيل على الملايين بعد والله في اغلى اغلى فيها على 7 مليون قل لي يا ابن ليه قل لي لا اله الا الله بقول لك شيء بس شيء من الاشياء مروان اشقب قلنا مروان اشقب على ذكر خل مروان يلا ها جائزة كاس الملك اللي قبل يمكن قبل ادخل القناة اربع ايام 20 مليون دولار يلا قل سبعه سعودي الدولار بكم 3450 ب 3.75 ريال و75 هلا لا تقاوس يعني يعني 75 عفوا 75 مليون تقاوس او حول ذا القيمه فهمت حي والله ذا العين جائزه مو بقيمه جائزتك في الفوز يعني يا سلف 1000 دولار بس 3700 عليك حساب ويقول 20000 قصدك ابيع ها مشترى بيع هذا لا صار كاسب لا اي برضو في فرق بين الجائزه وفي فرق بين نبيع او شلب ابغى ابيع اشتري حتى ابيع اشتري ابيع مليون حتى ابيع اشتري فيه مليون فيه 7 مليون فيه 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 بعت انت بعت ما قلت سلم انت بعت بمليون انت بعت اوه حرام كلام رجال فيه فيه بعت بطراح مثل بتطلع هذا ال 15 بس 15 انا اعلمك وانا بذاك التاجر اللي يقول ذا ما هو ما عنده خيل من الخيل اللي لا هو صاج هو كلامه هو كلامه حقراني انت كم لك بالخيل يا عبد الله يا اخي الخيل لا دقيقه خلنا رتبوا الحكي وخلنا ناخذ ونستورد ونفهم ويفهم سم كم لك بالخيل الخيل جتني وانا عمري يمكن 10 سنين يعني تقريبا كم لك ما 27 سنة ها؟ 17 سنة عمر كنت 17 سنة بس انهم ما كنت اعرف يعني ذا العب طيب ما اعرف خل مثلا عرفت 10 سنين لبوي 7 سنين تعلقت في الخيل ولكن يوم كبرت وقدرت شريتها ايه يوم قدرت وقدرك فيها خبرة تقدر تبيع فيها وتشري وتتصرف وكم لك؟ يمكن 7 7 سنين؟ طيب استفدت من انتاجيتها استفدت من جوائزها استفدت من استفدت في كل شيء استفدت أتوقع استفدت ماديا ماديا استفدت وش استفدت؟ استفدت اشتري وبيع كم تبيع؟ كم يجي ربح؟ هذا باللي ربي يقسم مرة كم اكثر اكثر ربح تقريبا؟ مرة بدبل قيمة اشتريه بقيمة وبيع يعني كم؟ 10 مرة تبيعها ب 20 ممكن ليش لا؟ طيب لها انتاج؟ انتاج عندي عندي منتج 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 طيب انا عن في البل قد استفدت بعت لي ب 300 وقد بعت لي ب 200 طيب انتاجيه طيب 200 ما في مشكله ما 300 ثر اقول لك شيء اقول البل فائدتها اكثر من الخيل نعم وجهه نظر اتكلم لك ماديا وجهه نظر ما اخالفك على وجهه نظرك ولكن يمكن انا عندي وجهه نظر اقول طيب انت انت ليش ما ليش ما ليش ما ليش ما ليش ما ابو حمد بين البل و طيب الخيل الطيبه الخيل الحين اللي جاك انتاج واه وقول واه انتاج خيل طيبه انتاج عندك اطيب شيء كم تسوى يا اخوي في لها زبون في زباين هذا جاني انت انت لا تجي تبيع دقيقه لا تجي تبيع الناقه هذا كلمني واحد يحاول فيه بال40 وقلت ما هو بالبيع اصلا عشان وانت جاري بكم مبلغ لا افصح عنه يقول يعني اقل بشكل في 40 ولا بعته إيه انا مأهله شوطي مأهله اسواق انت هو راعي الخير ومحقق تأهل على ايش في الميدان انا ابي اشارك في القدره والتحمل 40000 كاش ولا بعته يو تدري كم تخسر فيه تدري كم متخسر فيه؟ تركي ولا بريطانيا؟ تدري كم متخسر فيه؟ شهرياً شهرياً متخسر فيه طال عمرك ما يقارب الثلاثة. 30 3000 في الشهر. في الشهر. خذ لك بعد. يا أخوي أنا مهتوي ميدان. أنا مهتوي ميدان. طيب خل 40000 خل بعري.
خلي 40,000 ترى مشاركه الرجال فيه واحد ضرب يا ابو حمد لا بشارك انا في الدولي انا اهلت محلي وبشارك في الدولي شوي واحد خلينا واحد مجلسنا بس شوي دقيقه للحين فيه واحد ضرب له عند ابن قري عند الحاكم وجاء عنده قعود ولين ضرب عنده الحين وانتج بعيره تدري كم يسوى كم يسام بعيره يسوم هالنهدي كم تقريبا فوق الملايين كم من مليون خلينا اذا النهدي هو اللي سام هالنهدي والنهدي من غيره حق سامه ب 30 مليون كم 30 مليون والله انا 30 مليون معي على مزايد عبد الله في مجلس الصياح قال اذا هو يبيه ب 30 مليون يعلمني ودار جو الرعان ومر وتزوج تروح الجنه تصير الرعان ها انا ليش قلت البل وجهه نظري ان البل يطول عمره السلامه بعيد عن البل يا اخي فايده تستفيد منه فايده اول شيء كلام الضيف حليب في بيت اللي يقول ما ادري ما ودي اخبط في البيت ما ادري اللي يقول حليب ايش هو البيت حليب يشرب معاه اللي يقول البل عطا يالله كريماته وش يقول البل عطا يالله البل عطايا طر عرس البل عطايا هذه عطايا الله البل عطايا الله تجي لا تلعطى كرامة الضيفان في غبوقها لا في زاد واحد حليبة ارحب محسن وش يقول البيت في حليبة ما ادري ايش حق البل حليبة خلاص صايرة بيصب القهوة عطنا البيت حنا من البيت حنا دقمنا حليبة ايش ما اختلفنا كفايدة خير لك البل شوف الخيل هواية في زاد بيت ثاني عبد الله فكرت معي هوايتك وناسك ومشاركاتك وذاك ممتازة يا شباب الخيل ولا النيان لكن المادية اتوقع البل اقوى يا اخي هواية هو البل هواية شوف البل هواية تستانس عنده وتروح والله العظيم انها ونساها وفرجة ومعها خيل وهي والله تصر عندنا ابن يمكن تقريبا 60 راس تدري كم تكلفة تدري كم تخسر في الشهر والله انا فوق 20,000 شهريا بس انتوا عندكم 60 والله انا كل عنده 200 300 راس والله من 20,000 شهريا في الوادي تعقب كم ناقه 60 يلا 60 64 انا والله لغزيها بس يا ولد تاكل جلالها ودقاقها كلها بس انها تاكل بس انها تترد يا الربع اذا انت عند بعير طيب تبيع يمكن بيعت تجيك 300 400 ابره الطول تنفع يا عيال الحيوان انشد عبد الله انشد محسن قل له وش اكثر فلوس محسن شوف النياق ولا الخيول جيب شوف رده طيب يا اخوي كمل اللي تطلع عن النهدي دي ما اخذنا عبد الله ملايين يا ولد انا ما علي من البيع عبد الله انا اقول لك اياك تشوفها تشرخ خاطر بقول لك شيء عبد الله عبد الله عبد الله بقول لكم شيء بس عشان تكون في الصوره ولهنا الربع الحين انت مثلا شريطي سيارات طيب اجيبك في البل يا اخوي مالي بي انا ابي السيارات ما منها فايده انا رجال راعي خيل تجيبني في سيارات اقول يا اخوي شبيب انا رجال مجالي في الخيل في كل رجال له مجال له مجاله ويعرف فيه فانا ممكن اجي في تجاره ما اعرف ممكن اجي في الخيل ابدع اني هاوي ومجالي واعرف فيه لو صرت اعرف في الشيء وافهم فيه ما يحتاج اشوف فلان والله يسوي كذا ما شاء الله عليه عنده اروح اتطبب مثله ما كل خبر واجي اقلب راسي فخلك طال عمرك في الشيء اللي انت تعرفه الشيء اللي انت تعرفه ومهتوي بتبدع فيه ما عليك من تشوف فلان يباع بمليار وفلان باع بمدري كذا انه اذا باع انا اقول لك البل يلا تشوفها يا سلام انا يا عبد الله مثلا عندي ابل وعندي خيل عرفي في الخيل اكثر من البل ابى اكسب من الخيل اكثر من البل مع ان في ناس يكسبون من البل اكثر من الخيل بس انا مو برزقي فيها انا مجالي في الشيء ذا وهوايتي ورزقي الله كاتبه في الشيء ذا ممكن انا رزقي يا اخوي ابيع كنب ممكن رزقي في اللي هو كلنا والرجال المجال مو بشرط انه باع بمليارات انها اقول لا والله صح رزقه فيها على طاري البيع في ناس في العقار في ناس يطول العمر في كل المجال على طاري البيع يا الربع شكرا حسين تضحك سلامتك الو على طاري البيع جاء عمي عنده مزرعه
كان موسم طماط لكن الحين صغار. اشوفك حمر. والله حتى انا اشوفك حمر يا شيخ. المهم الو من البل والخيل الى بيع القوط. خلني اعلمك خل البل ما هو بعيب تدري ان تجي ان الطماطم يقولون تشدون لهم انها ذهب. الو شخص الو الشيخ تعال يا رجال السالفه كيف حالكم طيبين؟ بعت قوط السالفه يا رجال هو يقول عبد الله قصده يقول من البل الطماطم يا سلام قال ميدي انا واخوي تقهو واخوه اللي اصغر منه اللي هو عمي الصغير يا سلام قال بعطيكم حملة طماطم وكان الطماط وقتها رخيص هوا كانوا الناس يوزعونه حتى كرم الله وقتها يجي موسم أحيانا طماطم الكرتون تلقاه ب30 يجي موسم الكرتون تلقاه نص ريال نعم جاء ذاك اليوم اللي قال عمي وقفوا قدام المستشفى لأن قدام المستشفى فيها أسواق وقفوا وبسطوا افتحوا بس الصندوق وبيعوا النص لكم النص الثاني يعطوني يعني بريال هو كان ضام بس يبي يشغلنا كذا وضامن انه ما بيروح قعدنا يا رجال من العصر الين الساعه 10 ما راح لا 6 كرتي وحنا معنا 150 كرتون والله العظيم انه صرنا نوقف في نص الخط علمنا عمي نوقف في نص الخط نوقف تعال تعال اثنين بريال والله العظيم ولجل واحد ياخذ اثنين نعطيه فوقها نبغى نصرف يا ولد بتخمر عندنا هذا لا يدخل مشروع معي بيخسرني والله يا ولد ايش ولا يسوي يلا روح معي البيت رد البيت رد البيت ايش 150 كرتون ايش يسوي لا 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 خضار طيب ما خلينا شيء هذا المشروع ملي منكم قد جرب له مشروع انا شريعة انا مو أنا طيب أبقى. أبيكم تعلموني مشاريعكم بس باختصار ما بيها تمغطون هذا طولها واجي مشاريع والله لا نشدت أنا عاد تحدد أنا لا صدق ما لازم نعلم أنا يا طويل العمر فتحت لي متجر متجر إيش متجر لوازم خيل لوازم نعم وأسويه وأتخسر وأسوي يوم جهز وأسحب عليه لساعتك كم تكلم والله هو فزع لي واحد من أخوياي راح يبيض وجهه و سدد مبلغ لكن ما ادري كم هو حلف ما يعلمني طيب ولا ادري كم وتوهقت يوم جيت بجيب البضاعه ما ادري شلون خليته خليته يا ولد حاولت ما اعرف الدراهم خسرتها كذي يو وانت علي فسقه فسقه ما يومني اقول لك كلنا مجاله وانت زياد يومني اقول لك كلنا مجاله بعد الله وانت عطنا واحد من مشاريعك واحد يا طويل العمر السلام فود ترك فول ترك فود ترك فول حق فول دق واحد فول طاير حلو زين العرب هذا زين العربات مضبوط حلو هذا مشروع نجحت فيه؟ اي والله نجحت وللان كم مدخولك اليومي؟ لا بعد ها؟ مدخولك اليومي كم؟ ذبحك والله ما هو واحد لان السوق ما هو واحد تقريبا ما اقدر اقول لك رقم معين احيانا اجيب فوق احيانا تحت احيانا 300 ريال 200 احيانا اجيب تقريبا يعني ممكن 300 500 باليوم ممكن 1000 هذا ربح ايه ربح حلو 500 في اليوم حلو احيانا 200 احيانا 300 احيانا فهمت وين بس شكرف الصراحه يعني. انا اللي تشتغل فيه ايه؟ ما معك عامل لا حلو. انا قد خشيت روحي عبد الله انا قد خشيت يعني اشتغلت معرض العطور تقريبا معرض موظف ولا مشروع لك لا بس اني عرفت كل شيء عرفت انا كنت في براند احد الشباب متكي معه اسبوع كامل يعني تشتغل معه ايوه اشتغل معه هذا مو مشروع لك وكان تقدر تقول اتكلم عن مشروع لك لك شخصية فتحت مشروع لك خاص انت سواء يعني في اي شيء من مجالات انا بوصل شيء يعني تم يسلم يعطيكم العافيه احنا سؤالنا واضح طلعتك بدله اشتغلت مشروع لك لا اي هلا في مشاريع واجد طمار والله اسلم وش تبي توضح
انا ادخل في زبده الموضوع. انا ذا الحين خبرتي في العطور. حلو. في براندات العطور. حلو. يعني عندك خبره. لي خبره قويه. حلو مضبوط. باذن الله ان بنسوي براند. يعني باذن الله انت بتسوي لا طلعت من البرنامج براند. براند باذن الله. انا لك من الدائمين. الله يطول عمرك. تبي ماديا تبي معنويا نبغى الاوله بس. كم شهر؟ الله يطول عمرك. كم شهر جلست بالمجال؟ كم جلست؟ وانت يا محسن. ما بعد اخذت المشروع؟ جلست اسبوع بس. مره طورت. منه ولا منه؟ ما شريت الكبل؟ لا. ما بعت الكبل؟ رحت انا واحد من عيال لا يحصى. حلو. قال لما اشترينا التمر. قلت امشي بس عاد. كم تبي راس المال؟ قال ابي 1500 بس. قلت بس بسيطه يعني. حلو. اخذ 1500 ونروح لا يحصى. توجهنا البلح. وندخل. نصلي عندهم صلاة الفجر. لهم تجمعين حسوية حول 8 و9. كل ما دخلت سيارة قلبها كذا. وانتم ساحبين عليكم. انهم واقفين. يشرونها. يشرونها. ها؟ كل ما دخلت سيارة شروها. واروح اوقف عند البوابة. تدخل ذيك السيارة. قلت واقف 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 هناك هناك قدام. قلت لعبك قدام. كلوا ما لقوا هناك كل. وقف. قال لا. يروح. هرج ما ادري ايش قال. ايش قال؟ قال ب 12. حلو. فاني انه جملة. واحد ب12 وكلهن يلا. ايه هو يجيبه قد ما طق الصندوق. قلت ولد وقف وقف السالفه في شنو ودكم؟ اجت سيارته مشت. ايه قال عيل ب12 قلت ب13 انا مشيت القراطيب. قال ب14 قلت ب15 قال ب16 قلت ب17 قال ب18 قلت ب19 قال نصيبك. قلت الله يوفقك. وانت تزايد ما تدري وش الطبخه. انا مرتاحين ضغطي منهم. قال كل شيء يص. شيء يص. انا عمل انا ولد عمي اللي جينا من الرياض 19 كم؟ 19000؟ لا لا 19 كرتون 19 ريال يعني مثلا 50 طلعت والله ما ادري كم خذنا كرتون خذنا 20 ما ادري 15 ونجي جيز كله انا ومسح على البيت الجماعه ما بعتوا ما بعناها ما حد شرى شرى خساره لا والله في شوف المشاريع الخاصه انا قد دخلت أكثر المجالات دخلتها. زينة المحطة. وفي الديرة. اشتغلتها وزينتها وضبطتها والبقالة وجبت الثلاجات وجبت المراعي وجبت الألبان ما خليت شيء. كامل. والشهر الأول مدخول. هل الحين المراعي لازمك تروح المراعي تاخذها منهم؟ اي لازم تاخذ يعطونك ثلاجات. كل شركة تروح. ثلاجة يعطونك مجاني. ثلاجة يعطونك اياها مجاني. الصافي والمراعي نادك. كل هذه مجاني الببس يعطونك اياها مجاني اوف ايه واللوحه بعد يزينونها بعض الاحيان يزينونها لك الببس لوحه البقاله على حسابهم بس ان يحطون فيها علامه الببس ومدخولها طيب يمكن لجاء اخر الشهر هم لا هنا يمكن الدين الحاله يمكن يجي 15000 20000 واجلس يمكن سنه على هذا المواد يا خذيت يا ولد يجيك 15000 الدين ولا يسدد منهم الا 2-3000 والبقاله اذا ما لازم تطلع امنتها امنتها من ذا والربح خلتها على انجاب ولا خسره لازم ضروري يعني واخذ من راتبك ومحط فيها واتسلف واحط فيها يا خذيت يا ولد راح الدين كله يا ولد قفل وجيني سيدان وياخذها اجر اجرها عليه باللي فيها والله اني خسران فيه واشتري المعدات قلابي وشب هذا مشروع ثاني ايه واشتغل في الدفان دفان والله انت فيه فلوس اول ما جاء نزل الدفان فيه فلوس اول ما جاء شو اسمه العقار في القويه يا ولد ضرب الرد الواحد ب 300 400 الرد الواحد دفان وعلى طول بس ايه. جاهز بس يا ولد عطلاتها مجنونه والله هي في الشهر انك تعين 30-35 ايه هي ما شاء الله عطال لا لا 30000 ربع 30000 35000 بس بعض الاحيان يجيك عطال يصفقها ب 50000 صح ما كير ولا والبنشر ذا غير يوميا تغير لك كفاره ب 1000 ريال كليفه المعدات كليفه والويت برضه ترى الرد الوايت اشلى من القلاب لا الوايت طيب ترى بعد شغل
الواي ترد الواحد 300-400 ويلا عليك. واشتريت في المزرعة حطيت لي رشاش برسي برجي وزيل برسي مو إذا وتكلف عليه حوله يمكن 150,000 يوم جاء ينقطع الماء وخسره كله وهد أهد البل فيه والغنم ويلا همش أزين ما عينت صراحة البل البل وثبت على البل شريت يمكن حوالي فوق 10 الضربها طال عمرك الضربها طال عمرك عند الحيتان غال رحمك الله عند الحيتان غال ما بعيره منتج أقل شيء تبيعها 50,000-60,000 ما شاء الله ممكن أجلس عندك بعد أصبرت عليه ولا شيء جاب له درا وأكثر من بيته 300,000 ولا طيب مريحة البل والشي راح ضربه تحطها في المزرعة فاستعطيها علفها بس ما أنت لا هي تبي كهرب ولا هي تبي عطال ولا هي تبي شيء إلا بعض الأحيان يجي سواديف سواديف حتى الإنسان بيجي إيه أكيد ما يحتاج ما أقول البل هي أفضل شيء صراحة جربت يوم طريت الوايت أنت كنت جاء أبوي شرى الوايت وكان أبوي نيته أني أنا أستلم الوايت واروي في الديرة وأخذ فلوس الرد 100 وأجيك ذاك اليوم أنت نص ساعة يوم شرى أبوي الوايت فعين أبوي قال يا ولد بخلي سبيل من بغى عبله أي قال من بغى عبله أنت عندكم عندكم شيب أي عندنا قال من بغى عبله قلت يا ابو يلا يرحم والديك احنا شارين وايد متكلفين فيه خلني انا اشتغل خل ذا رزقي انا اني اخذ انا فلوس في جيبي قاعد اخلص بي قلت تركتك انا عز الله وادور حدي ابغى اروح بالوايد المهم صرت اعبي للي في الحاره اعبي لجيراننا اعبي صار يكلموني جذاك اليوم رحت للبقاله على رجلي رايح عند البقاله حول تكي وعين لي ذاك اليمني نحال وعين عنده مالحلة اي يعني قال يا ولد ابغى لي وايت قلت وينك قال انا في المكان الفلاني يبعد عني يمكن 26 أو 27 كيلو قلت جيت برجليك انا رايح لل وانا جي قلت طيب يعني تبغى وايت قلت طيب كم تعطين كم تعطيني انا ابغى اخذ وايت واحد من الجماعة وبياخذ علي رسوم من ذا الكلام كم تعطيني وانا لو اكلم ابوي اقول يا ابوي في واحد ابغى ذا قال ابوي لا اعطه كذا حلو لا وانا وقتها مطفر ابغى شحن جوال قال الرجال قال 200 ريال قلت والله ايش كان يبي رد واحد ها نفسي كذا قلت ابد باشوف باشوف عز الله وجهك طالع من البقاله قال تعال واجيه ويفتح باب الدتسه ويعطيني ذيك القاروره الصفا مليان عسل مليان ايش؟ عسل ليه راسه مقفله يا عسل والله طيب لانه هو في وادي كله سدر وادي حلو طيب يمكن الدرب الله اكبر الله اكبر الله